المقاومه الحشره القرمزيه، البحث الزراعي تقريبا من 1990 وكيخدم على الصبار، ومن بعد لقينا عندنا 460 نوع اللي لقينا منهم 8 مقاومين لهذه الحشره القرمزيه اللي حنا الان غرسناهم في هذه الضيعه ودرنا لهم التكثير ديالهم، يعني كثرنا لهم السقي واخا ما فيهمش الفاكهه لحقاش السقي ما كيخليش الفاكهه تكون. ومن بعد ملي غيكون عندنا بزاف ديال الدرك غادي نقدروا نفرقوا على الفلاحه، نقسموا الدرك على اربعه، تقدر تغرس الدرك على اربعه تقسمها وتغرسها، يعني هنا كنكثروا باش نقدروا نغرسوا بزاف مساحات اكبر باش ان شاء الله يكون عندنا الصبار في المنطقه وفي المناطق ديال المغرب كله. ما راه كاين هذه الضيعه يمكن هذه اللي صغيره، راه كاين الضيعات اللي فيهم 20 كثر في مكناس ومناطق اخرى اللي فيهم ساهل باش 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 دير، راه كاين في تقريبا جميع مناطق المغرب كاين بحال الضيعات هذو اكبر، يعني راه حنا الدوله خدامه باش كتكثرهم تكثر باش نجمع الله من بعد ان شاء الله تفرقهم على الفلاحه في المغرب كامل. يمكن المنطقه ديال اكادير وديال سيدي افني هي اللي غيكون عندها الحصه الاكبر لانها هي منطقه ديال الصبار والناس مولفين على الصبار وكاين عندهم دخول في الصبار اللي هو فعلا واحد الركيزه ديال الاقتصاد ديال المنطقه. فاليوم في الاقليم ديال الشتوكه تباها كان عندنا جوله عبر يعني الاقليم التفقد والوقوف على عده اوراش وعده مشاريع اللي هي مهيكله يعني الاقليم بالنسبه للتنميه الفلاحيه واللي كتدخل في المخطط الاقليمي للجيل الاخضر والتنزيل ديالو على ارض الواقع. فمشينا من اولا الاستدامه ديال التنميه الفلاحيه وخصوصا استدامه الاستعمال ديال الماء السقي اللي كاين هناك واحد الجهد كبير في تحديث ديال القنوات ديال توزيع الماء وخصوصا ادخال يعني تكنولوجيا جديده مبنيه على الرقمنه لتدبير ماء ديال السقي. وهاد الجهه كذلك فيها المحطه ديال يعني ديال التحليه ديال الماء السقي اللي غادي تستافد منه واللي هي محطه جد حديثه واللي غادي يعني كتدخل في الاستدامه ديال الموارد المائيه. وشفنا كذلك التثمين ديال الخضروات وهذا الجهد كيدخل في اطار ديال الاساس الثاني ديال الجيل الاخضر اللي الهدف ديالو هو باش نوصلوا 70% من المنتوج الفلاحي اللي غادي يتمن قبل ما يمشي للسوق. فشفنا تعاونيه اللي هي من الجيل الجديد اللي فيها يعني استعمال تقنيات حديثه للتلفيف ولي يعني من اجل يعني التسويق ديال المنتوج الفلاحي عبر الاسواق العالميه. وكذلك هناك واحد النموذج جديد ومن تعاونيات اللي كتدمج يعني الجانب الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد. فهي يعني بكل مقاييس هي نموذج اللي كتكلف يعني بالانتاج الفلاحي ولكن خصوصا بالجانب ديال التعليم والصحه، التعليم ديال الاطفال ديال المنخرطين والصحه وكذلك يعني التمويل ديال الفلاح وديال السنه يعني الفلاحيه عبر يعني واحد تسبيق للمنخرطين. وكان هناك يعني واحد سريه في هذا النجاح ديال هذه التعاونيه هو التدبير ديالها وانفتاح ديالها على يعني اكبر عدد من المنخرطين في التعاونيه واللي غادي تعطي لنا واحد النموذج ديال يعني هذا الجيل الجديد ديال التعاونيات اللي غادي يدخلوا في اطار الفلاحه التضامنيه واللي داخله في الاساس الاول ديال الجيل الاخضر. اشترك
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.